السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم عنصور. أهلا بكم في درس جديد من سلسلة دروس خدع وأفكار فوتوشوب. هنتعلم النهاردة إزاي نعمل تأثير شادو تحت حرف معين في النص زي كده بطريقة جديدة ولذيذة. يلا نبدأ مع بعض على بركة الله. هنمسح الشغل اللي احنا عملناه عشان نبدأ من جديد، ونجيب أداة تكست ونكتب النص. ندي النص لون تاني، وبعد ما كتبناه وظبطناه نضغط على Layer الاف اكس ونختار دروب شادو من هنا كده، ونبدأ نغير في الشادو. هنسحب الشادو لتحت شوية كده، ونبدأ نزود السبريت بتاعه وسايز زي ما احنا شايفين كده، والأوبسيتي نزوده شوية بالطريقة ديت، الديستنيشن نخليه كده. كده عملنا الشادو عندي على النص. بعد ما عملت الشادو كليك يمين واختار كرييت، نضغط كليك يمين ونختار كرييت لير. كده أنا هعمل لير من التأثير اللي أنا عملته مختلف عن النص، يبقى كده عندي التأثير في لير والنص في لير تاني، وديت الفكرة بتاعتنا النهاردة. بعد كده هبدأ أعمل ماسك على لير الستايل من الأيقونة ديت من هنا كده، وأختار فرشاة ناعمة الهاردنس بتاعها صفر، وأبدأ أمسح الأماكن اللي أنا مش عايز يظهر فيها الشادو زي ما احنا شايفين كده. كده انا مسحت وخليت الشادو في مناطق معينة. كده طبعا ديت بترجع للمصمم المكان اللي هو عايز يسيب فيه شادو، والمكان اللي عايز يمسح منه الشادو دي بترجع للمصمم. بعد ما خلصت ظهر عندي الشادو بالطريقة ديت، بقدر أزود الوضوح بتاعه من الفيل، هو 60%، نبدأ نكبر الفيل شوية ونشوف ظهر عندنا الشادو بالطريقة ديت. لو في عندي زيادات أمسحها، ولو في عندي جزء عايز ارجع فيه الشادو ان انا بلغي بعكس اللون التحديد من هنا زي ما احنا عارفين في الماسك، وابدأ ارجع لو في لون معين انا عايز، في جزء معين انا عايز ارجع الشادو فيه. طبعا الطريقة دي بتعطينا شكل جمالي زي ما احنا شايفين وبسهولة، ونقدر نتحكم فيها ونلعب فيها على راحتنا. أتمنى إنه الفكرة تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا بمعلومة جديدة، وانتظرونا في دروس جاية إن شاء الله من خدع أفكار فوتوشوب على قناة عصفور ليسنز على اليوتيوب. وما تنسوش تعملوا سبسكرايب علشان تجيلكم الدروس الجديدة بتاعتي إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.